مرة أخرى يجد الأغواطيون أنفسهم أمام ارتفاع مذهل للمواد الاستهلاكية، وعلى رأسها الخضر والفواكه رغم وفرتها. الرزق كلش وافر، بصح القلا شوية كاين ولا واش؟ أما لا، الطماطيس 10,000 والبطاطا 10,000، الفلفل الطرشي 15,000، الزيت واش نقول لك؟ الخبز راه عاد الفراك الله يبارك، يا ورانا زايدين نطلعوا ورانا زايدين نهبطوا. بالنسبة للمواطن ما يقدرش إلا المعيشة. لا بطل دير 8,000 هاي النهاية. ولا أحد يعرف الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الظاهرة التي أثقلت كواهلهم. احنا راها الفلاحة سمعت راها حابسة في البحاير وما ويدوها بالرخص. اللي شي حاجة بدور وبيعها ب10. هذو المسلمين زايدين الصباح الصلاة أنا شفته وقال له ب7,000، شحال يبيعها؟ باعها ب8,000 دا فيها الفراق. مواد كثيرة أصبحت بعيدة عن تناول العامة، ولولا الخضر الموسمية المحلية لجاعوا، فيما يبقى الغائب الأكبر أجهزة الرقابة على اختلافها.